ومرة أخرى أعزائي المشاهدين يقفون في هذه المرحلة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، لنرى ماذا ستحقق عائلة الفاضل هذه المرة. هل هناك مفاجأة؟ هل هناك فوز؟ أم هناك تأهيل مرة أخرى؟ يبدو الجماعة رايدين يفوتون بقوة. خلينا نشوف يا الله. طبعا هم يعرفون أكو 5 أسئلة، مو صح أستاذ؟ 5 أسئلة تجاوب عليها بعشرين ثانية. نعم. إذا شيء ما عرفت أقول باس أجلك إياه. ونفس الشيء علي. نعم. أنت تروح تسمع موسيقى وبعدين أسألك نفس الأسئلة اللي هي 5 أسئلة ب25 ثانية. فضلا روح اسمع موسيقى. خل نبقى أني والوالد. هذه مقطوعة موسيقية لبيتهوفن عنوانها القدر. بابا بابا. أوكي، فنبدي الآن السؤال الأول من الأسئلة الخمسة اللي لازم تجاوب عليها 20 ثانية إن شاء الله. إذا سؤال ما عرفت تقول لي باس حتى أرجع أعيد لك إياه. نعم. أوكي. نعم. إذا نسترخي ونسحب نفس عميق ونسأل السؤال الأول. السؤال الأول يقول: كرة تستطيع ضمها بيدك. يلا. المنضدة. نكهة من نكهات العلكة. العطر. أحد أنواع الخشب. الصاج. جزء من الجسم يذكر دائما في الأغاني. قلبي. شيء موجود في الريف. الزراعة. حلو. أوكي أوكي. إذن أعزائي المشاهدين، جاوب الأستاذ غالب الفاضلي بإجابات 5. خلي نشوف الآن إجاباته صحيحة أو لا، وش قد أخذ نقاط إذا كانت صحيحة. خلينا نشوف. سألتك سؤال الأول وكان كرة تستطيع ضمها بيدك، كان جوابك كرة المنضدة. 31 نقطة. السؤال الثاني كان نكهة من نكهات العلكة وكان جوابك العطر. 0. السؤال الثالث أحد أنواع الخشب وكان جوابك الصاج. نعم. 29 نقطة، يعني صار عندك 60 نقطة. رائع. الله لو كان الجواب الثاني صح. لا لا، نكهة من نكهات العلكة. شنو عطر يا رجل؟ خلينا نشوف. السؤال الرابع: جزء من الجسم يذكر دائما في الأغاني، ما هو؟ القلب. آخ يا قلبي نادين. الله الله. 90 نقطة. أنت مطلوب عندك 100 ومن علي 100. خلينا نشوف الآن السؤال الأخير: شيء موجود في الريف. الزراعة. الزراعة طبعا، بس خلينا نشوف ايش قد نقاط. 26 نقطة. مبروك مبروك للأخ غالب انه حقق بهذه الإجابات 116 نقطة. روعة. إذا أستاذ غالب تفضل. شكرا.